باش تلعب براحة البال لازم تنسى وما تقسى وتتعلم تسامح. اللي فات مات الآن. شكون فينا من الغلطة مصور؟ هاني ماشي مهموم. شكون فينا كامل ما فيه عيوب صافي ما دار في النوم؟ شكون فينا؟ شكون فينا من الغلطة مصوم؟ شكون فينا هاني ماشي مهموم؟ فيها عيوب صافي ما دار ذنوب؟ شكون فينا؟ السلام عليكم، أسعد الله مساءكم، مرحبا بكم في هذا اللقاء. لقاء يتجدد، موعد يحين لحصتكم، حصة اللي فات مات. الصبر، الدرس اللي راح ناخذوه اليوم فيما يخص الصبر، وانت مسؤول على عائلة، خاصة اللي كان المرض هذا يتعلق بالمرأة، أم الأسرة، الصدر الذي يأوي إليه كل من قال آي في ذلك البيت، أطفال صغار، مسؤوليات، وتشاء الأقدار بمشيئة الله أنه الإنسان تمرض، ما عندهاش، ربما ما عندهاش حتى باش تأكل. ما نتكلموش على الخارج وعلى المصحات الخاصة، وأنا نتحدثوا باش نشوفوا الآلام والصبر. اصبروا وصابروا، كلام المولى سبحانه وعز وجل. احنا الدرس هذا اللي راح ناخذوه ماذا بنا يستخلصوا العبرة نتاعو كل من راهو في الحالة اللي راح نشوفوها. راح نستضيف بنتنا وأختنا بشيري مريم من قسنطينة. مرحبا، اهلا، مرحبا مدام، تفضلي. مرحبا بك. واش اخويتي؟ الحمد لله عايشك. في وهران يقولوا كي راكي غايه، انتم تقولوا معليكش؟ معليكش. معليكش راكي مليحه؟ الحمد لله لاباس. يعني لاباس، هاني مشات الطريق لاباس شويه. ايه شويه تعب. ها صح صح، ولكن الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. اولا وقبل كل شيء نحب نتعرف عليك، من انت؟ انا عندي غير الاسم العائلي والولايه. احكي لعمك جلال. انا بشيري مريم. مرحبا. من قسنطينه. شحال عمرك؟ 32. 32 ما شاء الله. ايه متزوجه؟ نعم متزوجه، عندي إيه؟ ثلاثة اطفال. يعني ذكوره؟ زوجة ذكوره وطفله. ما شاء الله ما شاء الله. يعيشك. ايوه. تخدمي قاعده في البيت؟ لا في البيت. اه قاعده في البيت.
انت في قسنطينه في سنتر فيل ولا وين؟ حما بوزيان. حما بوزيان. نحيي كل اهلي وناسي في كل الخروب حما بوزيان قسنطينه كل الناحيه الثوريه والثقافه والعلوم. اولا قبل كيف جيتي للحصه؟ جيت على جلسة زوجي حبيت نكرمو. ايه اصلا احكي لي من الاول، انتم في العائله عندك خاوه واخواتات؟ عندك؟ عندي. قداه انتم في العائله؟ احنا خمس بنات وخمس ذكور. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت في الوسط كيفاش فيهم؟ مع الاخرين. مع الاخرين الصغار. ايه اما مرحبا. خاوتك واخواتك الاخرين كل معرسين بديارهم كامل. ايه انا صغيره. زوجك يخدم ولا قاعد؟ كل مره وكيفاه. كل نهار وكيفاش؟ نبداو الحكايه من الاول باش نعرفوا كيفاش تعرفتي على زوجك؟ ما تعرفتش عليه، هو صديق الاخ نتاعي. صاحب خوك. ايه سما صديق الاخ نتاعي. تعرفوا هما على بعضهم، سمح في البلاصه اللي سكننا فيها جدد. ما تعرفوا على بعضهم، كان يلعبوا في الكره. صح استعد كما نقولوا. احنا تعرفوا على بعضهم. الزوج تاعي هو حبي كما نقولوا حبي يناسب خويا، حبي يناسبه. والله شاف الخلق تاعو مليح، ناس ملاح، سما شافو جونتي مع الناس كامل، مربي خاطيه، حبي يناسبه. قال له مدلك اختي ولا اختي، قال له اسمه ما رفضش بصح قال له ماديا ما زلت مانيش واجد. ومن بعد فاتت الكلام هذا، فات ما هضر له هكا، ومن بعد فات ما سما ما زادوش هضروا فيه. فات ايام هكا ولا الزوج تاعي انا جاليه قال خويا، قال له اسما انت ما حبيتش اسما تناسبني؟ قال له مال انا نناسبك. شوف سبحان الله. صدفة أنا كنت مرة هكا مع زوجة أخي الكبير، كنت فايتة، شافني هو زوج تاعي وصديق واحد آخر تاع أخ تاعي بعد، قال له اسمها هذه الأخت فلان، جا طول هضر له واسمه قلت ربي. وهذا فضل ونعمة من نعم الله، راكي مهنية معاه. كي جا لي اسمه أنا هضر لي خويا، أنا هذاك وين حبست بيام، حبست. حبست القراية. الايام الاولى تاع الزواج كيفاش مرت؟ لاباس مليحه. واش كان يخدم راجلك؟ كيما نقولوا في عامل يومي هكا برك، تاع البناء في شوانط كيما نقولوا. بناي. كل مره وكيفاه. صح، مره كاين مره ما كاش. كل مره وكيفاه. ربي معاه. اسمه مع العائله تاعو. ملاح معاك؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وكاين مشاكل عائليه بس ما عليناش، عادي عاديه كل العائلات تصرى مناوشات بسيطه. هذا واحد يجيب مره ما سمعتش، مره ما فهمتش، مره اني غايب، مره اني ما نفهمش، مره تعرفوا احسن مني، وهذه الحياه. مرت الايام والسنين، تعبتي مرت. زاد عندي طفل الاول. تعبت هكا شويه، دار لي عندي الام بزاف مع ايام الحمل هذيك. زاد الطفل الاول تاعي. معناها الحمل جاز لك بصعوبه. بصعوبه صح بنت. فات عليا الحمل الاول. عادي ما هو تعذبت بصح ما فوت. هو معايا في كلش. واش علاش كيفاش تعذبتي؟ واش صرا؟ تعذبت اني عندي مرض السيلياك. صح. عندي مرض السيلياك ملي كنت صغيره، عندي المرض. كنت كي سما ناكل كسره برك اللي نوجدها نحضرها في المنزل، ديرها لي الوالده تاعي وانا صغيره، بصح الشيء الاخر ناكله عادي. وهو هذاك هو اللي ضرني. انت زاد تطورت الامور. زاد تطورت، كبرت وبصح. كيف الحمل الثاني؟ الحمل. زاد عليك الحال في الحمل الثاني. ومازال سامحيني، ومازال الاطباء ما شخصوش المرض نتاعك، دياغنوستيك نتاع الاطباء مازال ماهوش نهائي. مازال شخص في الحمل الثاني تاعي، درت ديجا اسمع على بالي بلي هذا هو الريجيم هكا. درته ولكن انا مانيش متقبله،
اني ناكل في الخبز هذاك بصح مانيش متقبله المرض هذا. سما واعر هكا ما واش واش كان يصرى لك؟ كان يدير لي الم، كان الفشله طول في البطن. ها كنت نفشل والزوج تاعي يعني هو نهار ما قصرش معايا، لو كان يروح هكا على باليش منين تكون يجيبها، مهم ما نقعدش انا بلا ريجيم تاعي. كي سمع وعرف المرض نتاعك كيفاش كان رد فعله؟ عادي. فهميني واشني هي عادي؟ درك هو سماك شتات قلت له اني وما عنديش بزاف اللي قلت له. ايوا سما ما عنديش بزاف اللي قلت له اني من الصغر كي غير من هضرتها له ما عندهاش اسبوع. سما كي هضرت له وليت قلت له دوك انا قلت لك هكا وانت حبيت تخليني معاك حبيت سما تشوف طريق واحده اخرى. واش معناها اصلا غير بشويه فهميني غير بشويه معنى هذا؟ كي مرضتي انت وعرفتي باللي المرض نتاعك راح يطول لازم تعيشي به ولازمك ريجيم سبيسيال الماكل نتاعك وحتى حياتك اليوميه الجهد وهذه لازم ترتبي روحك والريجيم ثقيل لازمه مصروف كبير وراجلك نهار خدم وعشرة ما خدمش. انت تهاونتي كنت نحشم هكا كي نشوفه يروح يقضي لي ويجيب لي الاكل تاعي كل مره في بلاصه كل ما يلقاهش في بلاصه واحده. ايه قليل ما يلقاهش وكي كيعود السما كيعود الماديين كاين السما كيروح ما يلقاهش وساعات العكس ما عندوش نفسيا الوقت هذا كانوا عندك زوج انت يا برك زوج نفسيا انت الوقت هذاك كيفاش كنتي؟ كنت نتعب بزاف ولبت واعر الريجيم ما قدرتلوش في كلش ما قدرتلوش في التحضير نتاعو في سما كنت مع ثاني مع العائله سما كاينين خارج العائله سما ماشي من العائله يسالوني مشي وهذا واش تاكلي وعلا حتى تاكلي هكا تعودي مثلا في خارجه في الطريق كلي برك ذوقي برك هو ما نقدروش حنا المرضي سيلياك المرض نتاعنا ما نقدروش حتى نذوقوا لقمه من اسم الخبز العادي ما نقدروش اللي كونسيرفي ثاني ممنوعين علينا اي حاجه برا ما ناكلوهاش لازم تخدم بيدك في الوقت هذا كان ناقص دوك الحمد لله دوك شويه ما عليهمش اسم المنتوجات كاينه ما علينا شوي هذوك حتى الحلويات كاين كل شيء كاين او شنو لازمها والعين بصيرة واليد قصيرة وبعد زاد الطفل عندي الاخر الثالث زاد الطفل الثالث مع الرضاعة ما قدرتش تعبت خلاص كيفاش تعبت؟ الرضاعة تاعو تعبت ست شهر هو عنده ست شهر ما نقدرش خلاص ما نحطه في حجري هكا ونهزه ما نقدرش حتى رفدان ما تخرجش ترفديه هذاك الوقت تهلكت بزاف هذاك الوقت قررت اني الريجيم تاعي نديرو قررتش نديرو لنفسي قررت نديرو للزوج تاعي ولولادي ما به نقدر نوقف على رجليا بارك الله فيك بارك الله ما قلت هذه نفسي مش ليا وحدي مادام عندي اطفال وعندي عائله لازمني نوقف لست ما نقدرش لست واعر نعود مريضه ما لازم نوض ونحضر الاكل تاعي الوقت هذا كنت في الدار شكون اللي كان معاك؟ كنت مع العائله. ايه شكونه؟ تاع سما الزوج تاعي سما الوالده تاعو اب تاعو سما. واش اللي تعبك؟ تعبني كاينين هكا مواقف نتحرج منها مثلا نعود نروح كاش فرح كاش طريق هكا نروح عند عزيمه ولا جنازه ولا اي حاجه لازم ديما الاكل تاعي معاك معايا. هكا يولي قعدي كولي معانا ذوقي معانا على ما كليتيش ها كولي برك ها دير بك بصح هكا كان نتحسس حس من الكلام هما سما واحد ما على بالو بالمرض هذا غير اللي يكون مصاب به تحس بالنقص يقولوا لي قعدي هما سما مجرد
اقعد يقولي هاكي ذوقي هاكي. بصح انا ما اسمع باللي هذا انا عندي نجي نقول لهم بصح ما نقدرش نفهمهم، فهم الناس كامل اللي راح نقعد معاهم نقول واني هكاك. نقول لك الكثير منا والله صدقيني، انا نتكلمك ليك انت ونتكلم للناس ولا نفسي انا، يا والله يا جرأة كبيرة قال نعم ماني مريض، هذه ما تساعدنيش. لا ومن بعد وليت الحمد لله خلاص أجلت ولادي خلاص درت الجر مام وليداتي كيعودوا ياكلون عودوا هكا في طابل هكا ناكلوا مع بعضنا ثم الحمد لله دوكاني وحدي الحمد لله ثم هي الحمد لله يعودوا ياكلوا هكا الأطفال تاعي كيعودوا هكا يحوسوا مثلا الخبز الفتات هذاك تاع الخبز ما لازمش يكون يطيح لي في الأكل تاعي حتى الفتات الفتات ولا ملعقة هكا ياكل بها ما لازمش تطيح في يدوق من الأكل تاعي. صح ايه أطفال تاعي عادوا كنا واحد فيهم بعد عندك ماما عندك ماما يسون قلوتا عندك ماما يسون قلوتا ولادي الصغار عادوا سما هما ثاني مام الأكل تاعي كيجيبوا زوج تاعي حطوا يتوشي وش هذيك تاع ماما ماما خطر ما تقدرش تاكل هكا لازم تاكل هكا ماما شافوا باباهم كيفاه المعاملة تاعو معايا مليح هما استمروا دوك هما هكا يعيطوا لي يا ماما سون قلوتا. أنا نقول بالمناسبة هذه الأمراض مهما كان المرض أولا هذا المولى سبحانه عز وجل وقد ابتلانا، المرض موش عيب، ربي يجعل الشفاء لجميع مرضانا يا رب العالمين يا الله يا كريم. الأكل مصاريف كبيرة، الأكل نتاعك سبيسيال لازمو فلوس بزاف دراهم بزاف، وراجلك الله غالب نهار خدم وعشرة ما خدمش، كيفاش كان يدير باش تسترزقو؟ يجيبهم ما جامي خلاني احتجت لا انا لا ولادو جامي، وخصوصا انا بعد الاكل تاعي يوصل سما يجيب لي كل شهر الماكلة تاع شهر كل شهر يجيب لي الاكل تاعي اسمه كامل، وانا خصيصا داير لي هكا مبلغ مالي ايه ليا يجيبو نخممش. كان وانت قاعده في الدار في البيت وانا في الدار معنا سامحيني يا كان يدير الدين باش يجي لك ما يقوليش، انا بالعكس انا يجي داخل هكا بالقضيان هكا وتعبان ويحوز يروح سما يتعب به البلاصه تاع العمل تاعو كل مره وين يروح يقضي سما في قسنطينه سمرات يلقى مرات ما يلقاش الحوايج واللي يزيد يحوس منه من يجي داخل نشوف نحب انا نشوف معاه وجهه هكا نقول سنا نشوف معاه اسكو مغشش كي جاب لي بالله نديرو المشاكل نشوف معاه طال الابتسامه هذيك ما ينحيهاش من وجهه ولا غربط اي دوي فيك تعرفي ابتسامته نستنى هكا يدخل يقول اني غلبان ولا اني تعبان يجي اولادي هكا يجريوا ليه للباب يسلموا عليه نستناه يقول لهم على اللي يقول لهم بركاني عرقان ما تقدموش ليا هكا ما تقيسونيش ولا غربط الله راجلك هذا بصح باه يقول لهم هكا ولا ما قدرتش ولا غلبت ولا شامي نستناه يقولها لي وندير له هكا مشاكل هكا نهضر ما يهضرش هو خلاص انت ربي حبك الحمد لله والله العظيم خوك اللي عرس لك بيه من المفروض الا تريقلوا روحكم مليح ديري له كادو شباب ان شاء الله اي أيوة والله العظيم واول يوم كي جا قال لي اي أيوة والله اول اليوم كي جا اسمحي لي انت واش كنتي تخمي كي تشوفي راجلك وراكي فايقه به راه يمثل الضحك وهذه ورغم اللي تعبان ومسكين عنده الدين وماهوش يخدم وهذه وكي تشوفيه جا وراه يضحك انت وعلى بالك به باللي راه يمثل غير باش يسعدك واش كنتي تخمي؟ والله نشوف هو ما نقولش هو يمثل هو حقيقي هذه هي عادته هكا ما يمثلش يضحك ما يعرفش يمثل عليا هكا لا قلت يمثل باش يفرحك انت يجي يدخل يبتسم باش يفرحك غلبان ما يشتيش يدرق الابتسامه هذيك ولا شتته تعبان يجي غلبان خلاص ما يقدرش مسمى من العمل اللي يزيد يعدي يروح يجيب لي الاكل تاعي يجي غلبان على بالي بيه سخانه ولا البرد ولا عمل شاق صح صح
شوف انا معاه نقولها نشوف لك اش عفسك اش ما يهدركش حاجه ولا هكا الجامي. انت نفسيا واش كنت تقولي كي تشوفي كي تشوفي هكذاك وتعرفي؟ قول عذبته، قول مسكين على حس عذبته هذا معايا هكا غايدني هكا، نقول عذبته تعذب معايا اسما ساعه نقول له نقول لك حاجه راح شوف طريق اخرى وحده صحيحه ما بها والو ما تعذبش معاها. اسم ها بالعقل من قوة اللي تعبتيه معاك هو مش قادر ماديا وانت يا مريضة تقولي له قلتي له راح شوف واحدة أخرى تزوج بها. هلا نهدرها بصح ماشي اسمها أنا دا كبر أني ما نقدرش نفرط فيه لاباس ولادي ما نقدرش نفرط فيه. ربي يهنيكم ربي. لا لا وصلت مادام وصلتي قلتي له هكذا معناها زعما نولي نهضرها له هكا نضحك ونقولها له قولي انت مهبوله قولي انت مهبوله. لا لا اي والله نعم فارس الاحلام صح شومير وما عندوش ورد بصح جامي جامي يقول لي ما عنديش جامي ما يقوليش ما عنديش ما يقوليش اني سلفت وما ما كانش هذه تعيني سلفت لاش تاع بالقليل المهم يوفر. ربي يهنيكم ويسعدكم ويبارك فيكم ان شاء الله. لكن انت باش وصلتي قلتي له يا ودي روح شوف واحدة أخرى معناها في زاوية من زوايا القلب معناها حسيتي باللي راه الحمل ثقيل عليه بزاف. لا لا حسيت خصوصا كاين أوقات كي ما يلقاليش الأكل تاعي هكا في البلايص اللي راح ليهم وني راح يقضي علي وني راح ما يلقاش يلقى ناقص ولا يقولوا له على شهرين باه يوجد هذاك الشيء هذاك الاكل ولا هذيك شهرين باش تاكلي الفارين هذيك يقولوا مش موجوده ولا لي كونسيرفي هادو لازم دوك الحمد لله انا ما عليناش زعما دوك تطور سعد هو ارخصهم وانا لا شتات ما شتيش نقول له وشني الحاجه اللي وجعتك كلام الناس راح يهضروا يتكلموا ولا لا لا عمرو ولا واحد مقاسك بكلمة ولا لا هي صارت لي حادثة هكا وقت كنت نحضر في الخبز نتاعي تحضري في الخبز دخلت عندي وحدة ما إنسانة دخلت عندي ضاقت من الأكل تاعي وبعد ولات رماتو هكا ضاقت ومن بعد رماتو قالت لي أوه مر كيفاه تقدري تاكلي هذي وجعتك عجبتني بزاف وجعتني بصح هو ديما كي نكون هكا نتعب ما يخلينيش نتعب. تعجبني هذه الخلوطه اللي في عينيك الدموع وشفايفك يضحكوا والله غير ما شاء الله عليك والله العظيم حال الدنيا حال الدنيا الناس تتكلم والناس ومن جهته هو يا هل ترى ما جاش ما وصلش نهار اللي يكره خاطره يوميا كل صباح عشيه ليل هذه تخمموا فقط 50% 20% للخدمه 20% ولا 50% ليك انت و 20% للوليدات. هو التخمام تاعو اللي كان صح ماشي هي اللي كان. كنت انا كي نتعب عود هكا مريضه ولا حاجه باه نوض نحضر الاكل تاعي من يجي هو يطل يقول لي ما درتي والو ليك واش تاكلي؟ قول له خليني انا راح نحبس الريجيم هذا انا ما قدرتلوش. تما هو وين هو يتعب تم هكا يتغشش يعود يخاف عليك كيفاه تقولي لي ها الخوف تاعو يخليه يزعف مني بزاف كيفاه ما تقوليليش الهضره هذه اها ما زديش تعاوديها لا تخمي فيا صح وفي ولادك ما تهضريليش الهضره هذه كيفاه تقولي على تقولي لي نحبس ريجيم ما زديش تعاودي لي الهضره هذه قولي ما تقوليها ليش من بعد يروح ويخليني يخرج ما يهضرش معايا. واش هو الموقف من المواقف نتاعو اللي فعلا اثر فيك وعرفتي باللي هذا الراجل هذا مرتبط بيا انايا؟ هو ملي ديتو المواقف تاعو كامل معايا، نهار ما جرحني، ما قال لي كلمه مش مليحه، ما ولو عدات علينا ظروف. وشني ولو عدات ظروف؟ شنو هي ظروف هكا في العائله هكا برك اسمها حوايج هكا. ولكن ضيق كنا في هذاك الضيق انا كنت نتعب سما كي نحضر الاكل تاعي نتعب
نتعب السماء. ذكركم وحدكم؟ ذك الحمد لله. او يعاونك في الدار ولا مش يعاونك؟ انا ما شتيش نزعبه مسكين كيما يحب. اي والله كيما يحب هو. نتعبوا السماء هو يخدم تاعو متعبك يجي تعب صح غلبان كامل ما يقدرش. بالنايه يتعب يتعب. ما يقدرش. يتعب. سما ما نقول كي يجي يدخل نشوفه هكا كي يدخل غير كي يعود طالع نسمع المفاتيح يقرقبوا نسوح الدنيا كامله عندي. يحل الباب ويدخل هذيك هي كلش كلش هذيك هي الدنيا تاعي كامل. نقول لي سمح بيناتنا نقول لي ما درتي لي والو نقول له وانا سمح تاعي اني نقصد به تعب ليا ويتعب فيه هكا معايا يجي غلبان وهز داك ال نقول له سامحني يقول لي سماح لا واش درتي لي واش ما درتي لك شي حاجه نقول له سماح قول لي سماح والله يقول لي هو السماح بيناتنا كاين والو معناها حبيتي تطلبي منه السماح امام الجزائر كلها حبيت نطلب منه السماح حبيت نشكره ونكرمه لانه كما قالها لي الاخ تاعي اول مره كي جا جا السما باهي الخطبه تاعي قال لي نقول لك هذا الشخص اللي جبته لك قال لي انا مش حنحتم عليه قال لي بصح لي انا جبت لك راجل اللي جبت لك راجل ونعم الرجال قال لي هو ما عندوش بصح راجل راجل ليه ايه قال لي هو في حل قال لي انسان خلوق طيب وعادي ماديا عادي بصح انسان طيب. هذه الكلمه اللي هضرها لي خويا ولحد الان ساعة نقول الاخ تاعي نقول له شكرا. اي الحمد لله رب العالمين. قولي لي واش من حاجه اللي درتيها معاه وراكي نادمه عليها؟ كاش ما درتي له حاجه ولا كاش ما قلتي له حاجه؟ هذا الحصك هذا الحصه جيتي ما قلتلوش جيتي ما قلتيلوش دركت ما دركت عليه يا ربي دركت عليه كي ما نعرفش نكذب عليه جامي كذبت عليه حتى اللي فات مات يقول لي انت ما تعرفيش تكذبي ما نعرفش نكذب صح بالك كاينين الناس اللي يدرقوا هكا ما نعرفش انا ندرق عليه ما نعرفش خير انت اثرتي موضوع جد مهم ما نعرفش ندرق عليه احنا والدينا يقولوا الزواج ليله ودبارتو عام لكن بعد العام هذاك راح تجي اعوام نصيحتي لكم اللي يكون عنده مرض ولا في حاجة والله العظيم لو كان تنطلق بالبداية نتاع الزواج نتاع الفرح بالحقيقة ما خبيوش هذا سكر ولا مانيش عارف المهم قال أنا هاوش بيا تقبلين بها كذا أنت تقبلي بيا هكذا اللهم صلي على النبي الحبيب هذه أشياء ما تخباش تخبيها شهر شهرين ثلاثة لابد وانت تتفضح المهم دروك انت قلتي لنا واش كي طالبه منا نجيبوا لك زوجتي واسمه حسين ياسين ياسين هو في قسنطينه يا اخي نعم انت خليتي في قسنطينه وكذبتي عليه دوك راح يدخل انا نقول لا سيكوريتي خشين هو ماسون راح يضربني بونيا وتحبس الحصة وراح تأخذ الحالة أنا نطلب من الله سيكوريتي يرحم والديكم شوفوا الأخ ياسين ليش تقرب لي بزاف أكو تعرفوا لكن لا أظن هذا هذا القلب لا. الطيب اللي يعتني بالزوجة نتاعو هكذا رغم الـ شوية الحالة المادية ما ولكن ما يوصلش للعنف ما عندوش حتى مشاكل ما عنده صديق نفسه ايوا وصديق ان شاء الله يكون صديق العائله تاعو الحمد لله رب العالمين احنا كلامك رانا سمعناه الكل الان انا الاوان ان نشوف اذا كان الدعوه وصلت لاخونا الطيب هذا في قسنطينه تفضلوا نشوفوا الدعوه اذا كان وصلت الدعوه راهي وصلت له رانا سلمنا له الدعوه انت زعما في رايك يجينا ان شاء الله ها ان شاء الله يجي ان شاء الله يجي هاي خلاص ما لا سامحني راكي مرتاحه يا اخي الحمد لله ندور بك
نروح نشوف إذا كان إن شاء الله إجابة إيجابية عند أخي وابني وزميلي وصديقي صلاح. صلاحك تسمعني؟ مساء الخير عمو جلال ليك ولكل المشاهدين. أسعد الله مساءك يا طيب. مرحبا بك، أنت أطيب. أنت طيب ولا بد أن يكون معك إلا الطيب. إن شاء الله يا رب نجيب الخبر الصار في هذه الأمسية في برنامج اللي فات. مات قصة جميلة واستثنائية اللي نعيشها اليوم، وأنا حابين نشوفوا آخرها، وحتى نشوفوا آخرها نقول لك أن الفريق عمل باب يوسعه حتى يوصل للسياسين، والحمد لله الحمد لله نطمنك ونطمن المشاهدين انه السياسيين حاضر معنا اليوم في برنامج اللي فات مات ولب الدعوه. مساء الخير سياسيين. مساء النور. لاباس؟ الحمد لله يبارك فيك. الحمد لله يا رب. السياسيين بولميز ما غلطناش. مرحبا بك، منين جيتنا السياسيين؟ قسنطينه. نعم. الله يبارك خيار الناس. شحال في عمرك؟ 40. 42 سنه. 42 سنه. مزوج؟ مزوج. عندك اولاد؟ عندي اولاد ثلاثه. ثلاثه الله يبارك ربي يحفظهم ان شاء الله. نسموهم؟ كاين انيس الكبير الله يبارك، هيوما، هيام، عيطوا لها حنان الدعوه، عيطوا لها هيوما، وصهيب الصغير ربي يحفظهم ان شاء الله. طيب السياسيين خدام تعمل؟ نعم في الشونتي تعرف. الله يبارك الله يبارك. قل لي اللي فات مات البرنامج هذا مع مو جلال تعرفه؟ نشوف ساعات 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 تشوفه نشوف. تعرف الفكره ديالو يعني؟ على بالي انه انسان يكون متخاصم مع انسان ربما ويجي يصلح الامور هنا. الله يبارك. طيب لما الزملاء وجهوا لك الدعوه فكرت في انسان معين ممكن هو اللي وجه لك الدعوه من خلال البرنامج؟ والله يا اخي ما لقيتش اي شكيت خمامش. ربما تخليك شك في انسان. خممت في ناس كانوا قراب بصح ما باش توصل لدرجه انه يعيط لي في البرنامج كما هذا. اسمه ما صار خلاف بيناتكم يعني؟ لا 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 الله الحمد لله الحمد لله يا رب. ما عندي حتى مشكل مع انسان، ما عندي حتى قرا اخرى ضاغينا مع واحد، ما عندي حتى امور صافيه الحمد لله. ولكن انك متشوق تعرف شكون عرضك؟ ماذا بي؟ يلا نروح عند عمو جلال الاستوديو حتى نكتشفوا شكون وجه لك الدعوه السياسيه. تفضل معنا. السلام عليكم. لاباس خير. مرحبا بخويا. الله يبارك فيك. واشك سياسين؟ الحمد لله بارك فيك. صحتك لاباس؟ والله الحمد لله. ما تعبطش على هذيك. ايوا لاباس خويا. الحمد لله. صحتك؟ لاباس الله يبارك فيك. الحمد لله يا رب العالمين. السياسيين السياسي 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 تحب الفوتبول تحب كرة القدم شوية؟ نعم. سياسي إيه ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. صحتك بخير؟ الحمد لله جلال. الحمد لله يا رب العالمين. مرتاح؟ الحمد لله. والله الحمد لله جلال. وما عمك جلال مرتاح؟ الحمد لله. ماذا بكنا نتشرفوا بان نتلاقاوكم وتلاقيناك. الله يرضى عليك. انا يشرفني انا يشرفني تكون معايا، وبالمناسبه باش نحييوا اخواننا القسنطينيين. قد عمرك؟ 42 سنه. ما شاء الله ما زلت شباب الله يبارك. وبين حط انت الله يبارك فيك. متزوج عازب؟ نعم متزوج. ايه ثلاث اولاد. ثلاثه؟ ثلاثه. ربي يبارك فيك ان شاء الله يا رب العالمين. تخدم؟ تعرف حال الخدام شانتي كذا منا مراهق ومراهق وزيد ليامات الاشهر والسنين اللي فات تاع الكوفيد هذيك عانينا. اي صح. وماكش انت وحدك؟ لا لا. اي والله العظيم صدقني ماكش انت وحدك، الناس كل صح الناس كله. ربي يرفع عنا هذا اللهم امين البلاء هذا والوباء. ولكن بدات شويه الحالات. احنا نتمنى ان شاء الله يكون الخير ان شاء. امين امين امين. مش لينا لاولادنا والله لولاد ولادنا. ربي يجعل الجزائري وبين هذه طبيعتنا. ربي يجعل الخير. بارك الله فيك على الثقه. ما كيعسلوش. انت كي جابوا لك الدعوه؟ كي جابوا لك البرنامج مول تشوفوا؟ نشوفوا ساعات ماشي كي كل وقت الانسان ماشي تعبان نشوف كساعات كي ست مع الزوجه هكا ساعه ساعه كي تعود تفرج فيها نشوف معاها. واش تقولوا لبعضكم كي تعودوا تشوفوا؟ والله ما خطرت على بالي. هموم الدنيا كاين ناس مشاكل عايشين. شوف الانسان مشاكل تاع ناس تنسى المشاكل تاعك. ارحم والديك. هذه هي مثل والديك. والدي يقول لك كي تشوف هم الناس تنسى همك. تنسى همك مش تنسى، تصبر عليه. تصبر تشوف روحك انت ما عندك والو. كاينين ناس غالب اللي تربى بلا والده. ولا بلا اب ولا بلا كذا. امور بزاف. كي جابوا لك الدعوه واش قلت في قلبك؟ الله اعلم يعني ما عنديش هضره. اسمه في الوقت هذاك شوك
الحمد لله ما عنديش مشاكل مع ناس، ما عنديش كما يقولها ما تعديت في واحد، ما تعديت على احد. وهذا الوجه الطيب هذا يستحيل يكونوا عنده مشاكل ولا الحمد لله. الحمد لله. سي ياسين، على بالك المبدا نتاع الحصه هذه يبعث لنا شخص يتكلم لنا على المشكله نتاعو ولا على الموضوع نتاعو، نستضيفوه يجي يحكي مع خيك جلال. نعم. ونجيبوا شخص ثاني. الان في هذه الساعه هذه كاين وراك شخص ما نعرف مرأة ولا راجل اللي استدعاوك للبرنامج وقالنا قالوا لنا جيبوا لنا الاستاذ ياسين. انت في رايك شكون اللي عرضك؟ والله ما عنديش فكره. بالك من اصحابك اللي يخدموا معاك في الشانطي؟ ممكن، ما عنديش اون بيرسون. لكن بالك جيرانك؟ جيراني ما والو، ما عندك حتى واحد في راسك اللي قلبت ما لقيتش والو. والله على بالي من اللي قالوا لك راك ما رقدتش وقاعد تخمم في الليل شكون هذا. البارح ها؟ البارح. البارح ثاني البارح كي عيطوا كي قالوا لك جاي ما رقدتش. تعاودت الحكايه سعي اني كي قالوا لي كاين واحد عيط لك باقي نخمم فيه ما لقيتوش. حاب تعرف شكون؟ ماذا بيا نعرف؟ ها؟ ماذا بيا؟ عندك هالليكرون هذا اللي راه امامك لحظات وتعرف شكون اللي جابك. زوجتي. نعم؟ زوجتي. زوجتك هذه؟ ايه زوجتي. وجات معايا. راح تصوم ثلاث ايام دبر راسها. ما جات معايا. تعزها. عزها برك كلمة نعزها قليلة. معزها قليلة. كلمة معزة قليلة. ايه قليلة عليها. هي حياتي هي كل شيء. الله يكثر من أمثالك، الله يكثر من أمثالك. سامحني أي كذبت عليك بصح ديرها عليا أنا. نقسموا الصيام أنا بيني وبينها. لا لحظة لحظة فقط، لحظة سي ياسين. بنيتي يا مريم. نعم. صبتي منا جيتينا للحصة والله يرضى عليك وبارك الله فيك، ونحن شاكرون لك هذه الثقة اللي وضعتيها في البرنامج. وطلبتي منا باش نجيبو سي ياسين. أخونا ياسين راه موجود هنايا هاو قدامك راه مقابلك. واش حبيت تقولي له؟ وشنو بشرط رفعي صوتك مليح خاطر ماهوش يسمع فيك. تفضلي. أول حاجة حبيت نقولها له سامحني. أرفعي صوتك. سامحني. سامحني. أكيد مسامحة. جبتك والطريق كامل تقول لي بالك أنت بالك كاش واحد، وأنا نقول لك أنا خاطيني ما كاش واحد ما عارفك كاش واحد تعرفه. أنا ما حبيتش نقول لك باللي أنا واش حبيتي تقولي له راهو يسمع فيك. حبيت ارفعي صوتك باش يسمعك. حبيت نقول لك سامحني ونكرمك قدام كل الجزائريين الحب تاعك والتقدير والوفاء ليا، وسامحني على التعب اللي قاعد تتعب فيه معايا.
تعبتك بزاف مريم. لحظة لحظة، صح أحيانا الإنسان ما يعرفش يبلغ الكلام، وهذه هي خدمتنا احنا يا بنتي مريم. زوجتك جابتك باش تطلب منك السماح، جابتك تطلب منك السماح بالنظر على الصبر نتاعك على المرض نتاعها. انا ما صبروش مرضها، هي برك اللي حطته في دماغك اساس انها انا عندي ما عادي ما جام يخمس على اساس انها مريضه ولا عيت ما عيت موصل لها الحكايه اسمها بلي الامر هذا وفي الدهن برك تاعها وفي كذا وفي كذا. ساعات تمشي معايا في التاريخ ومن بعد وليت احل الدنيا هذه هي تولي تقول ها وانت وانا كذا وانا واش انت كذا وانا كذا شغل تحس تحب تحسسني باللي اي هي شغل انا مكفلها شغل مساعد دايرها ومعاونها ومدا وهذا هو اساس انا بلي كثر لي خير اجل انا هذه مرسي ام ولادي نعم وما نهزاش انا شغل حيت الله يرضى عليك الله يكبر شانك وعلى المقام صح صح ما نعتبروش مرض ما نعتبروش عمل اني ندير فيه والله هذا قال الاخر تربيتنا تربينا احنا هكا الله يرحم يقول لها هك الله يرحم من ربك ما هي برك في دماغها تكبر فيه وشغل داير لها عقده معيت ما ندير العقده هذيك شغل نحيها لها لا لا انا فكر كيفها وفي هذه اللحظه هذه بالذات اراهم الاف وربما مئات الالاف في نفس الوضعيه مش نفس المرض ولكن في امراض اخرى وربي يجعل الشفاء لجميع مرضانا رب العالمين. هي انا فهمتها عندها احساس بالذنب. علاش احساس بالذنب؟ انت لو كان ربما جيت انتربرونور انت راك ماسو انت كون جيت انتربرونور وقادر على شقاك ماديا خاطر المرض نتاعها يطلب الاكل نتاعها غالي مش كيما ما يهمنيش اجل نحي من الحمسه عيون نحيها الله اكبر والله العظيم ما يهمنيش ما دامني واقف وقايم ونخدم ونطيح ونوض ما يهمنيش ما اعتبروش انا اني قاعد ندير في حاجه على اساس اني لازم نجيب لها الحاجه تاعها هذيك تاكلها ولا اللي بلا اللي راني قاعد نجيب الحاجه هذيك للدار كومبلي انا ولينا ناكلوا معاها بعد الموت ما تحسش بتشي هذاك ناكلوا بالحوايج تاعها والله يا السانغلوتين هذا مليح او الناس العاديين الناس العاديين اللي مسخر له وصلت حبيت نوصل لها الفكره باللي مدايره ريجيم ريجيم انا ناكل حاجه هذه ما ناكلش هذه لو صعيب هو باش واحد يصخف كما تقول انتم صعيب صحيح معاها راني معاها في الاحساس تاعها بصح انا مانيش محب نخليها الناس تحس الاحساس هذاك الله يرضى عليك الله يكثر من امثالك الله يكثر من امثالك شوف 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 التضحيه نتاعها انا علاش والله غير حبيتها كبنتي اه والله قول لي علاش وصلت اللي غضتها انت نهارين تخدم وثمانيه قاعد مالها المصروف قليل أنا المصروف قليل ومسؤولية تاع وليدات ثلاثة ودار أنا هذا ضو هذا ما هذا كرا هذا هذه نهار كاين ونهار ما كاش وعشرة ما كاش وتزيد مش الدواء ما تكلمش على الدواء تكلمت غير على الماكلة الماكلة صح خاطر مع الماكلة وكاين دواها ثاني كاين ومش سهل هي اللي غايبتها بزاف واللي جعل منه ضميرها يأنب فيها ضميرها يأنب فيها لحقت لدرجة تلمون تاخذتها معناها على مشاق الدنيا هذه والحياة اليومية لين وصلت قالت لك يا ودي روح اتزوج بخرى وخلي هذه في لحظة الهبال تاعها تهضرها مهبولة ما على بلاش باللي ما تسلمش فيها ما فرطش فيها محال اي أيوة والله الله يرضى عليك الله يرضى عليك وربي يكثر من امثالك امر ما مانيش حاطه في دماغي انا اصلا ما خممش بالطريقه تاعها اللي تخمم فيها هي كي نجيب المراه انا هذه ما تركبش تركبش هذه كي نشوف فيها نشوف مع اولادي كي عطاني قال الاخر الاولاد السعاده هذو هي
صح. يعني في لحظه كما هذه امر كما هذا نفرط فيها انا على جال الحكايه كما الله يكثر موحة. الله يكثر من امثالك لحظه مريم انا نحبك تقولي له بصوتك انتيه واش حابه تقولي انا حضرت له في بلاصتك بصح ما كانش ما احسن من انك تقولي له بصح ارفع صوتك باش يسمعك ياسين قلت لك سامحني لا حبيبي كي مسامحه سامحني على التعب تاعك اللي راك تتعب فيه معايا ولو انك كي نقول لك انا سامحني هذه الكلمه ما يشتيهاش كي نقول له سامحني ما يشتيش الكلمه هذه يقولي علاه تقوليها لي ما يحبهاش وهذا واش كان يقول لنا ما يشتيش كي نقول له سامحني يقولي علاه تقولي لي خاطر صيد واش لي درت انا حتى تقولي لي سامحني صيد صيد هذا صيد ديما الوالده تاعو نقولها نشكرك اللي جبتي لي ياسين ايوا وحبستي ربي يهني ان شاء الله ربي يهني المهم ما يقلقش اني كي جبته ما قلتلوش وما تقلقش ما تقلقش طيب الان ظهر لي باللي ان الاوان انه باش تدوروا الكراسه ان شاء الله يا رب العالمين اللي راهم في بيوتهم كذلك يدعيوا لنا ويدعيوا لاختنا مريم وكل مريم مريضه وكل مرضانا ان شاء الله ربي يجعل الشفاء ان شاء الله يا رب العالمين في القريب العاجل واحد ياكد على ويلح في الدعاء نتاعو لانه الدعاء عباده ربي يجعل يشفي جميع مرضانا ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله برك يدوروا الكراسه هذوما وخونا ياسين ان شاء الله بحول الله تولوا خدمه قاره مش نهار خدم نهار ما خدمش ولا هذه ولا هذه وتسهل الحياه على جميع عملنا يا رب العالمين ادركوا على الاحمر هذاك ودوروا لبعضكم لو سمحتم تفضل يا روحي تفضل يا روحي ما تدوريش الله معلش 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 روحي لي سلمي له على راسه سلمي له على راسه سي ياسين وما تقلقش كما تقول انت ما ها؟ انا طبيعتي بعد ما اقلق اي الله يرضى عليك على بالنا باللي قالوا لنا باللي انت خجول بزاف تيميت بزاف وهذه عرف ربنا والدينا هكا ونعم التربيه ونعم التربيه انا حبيت نقول لك اعلم باللي عندك سيدة من أكبر السيدات اللي تعرفت عليهم وأنا نخدم في هذا البرنامج هذايا ما شاء الله تربية أخلاق صبر صبر بلا حدود صبر بلا حدود هيك إيه تقول أم كلثوم منا ما الصبر حدود ما عندهاش صبر تاعها ما عندهاش حدود ربي يبارك لك إن شاء الله في هذه الزوجة الصالحة وربي يبارك لك في وليداتك ان شاء الله يا رب إن شاء الله العالمين هذا ما نتمناه ان شاء الله احنا اللي تجي لهنايا ونشوف هكذا تصالحوا راح تبداوا حياه جديده ان شاء الله ان شاء الله راح تتغير الحياه نتاعك انت اولا اوصيكي بشيء مهم الريجيم ثم كي تسخفي ذوقي حوايج والسلام عليكم ما نسخفش خلاص هكذا خلاص ما نسخفش اما انت وامثالك احنا علاش جبناكم هنايا احنا جبناكم هنايا للصورة تاع الصبر رغم قلة الأشياء خاطر اللي يكون عنده بزاف صوارد واللي يكون قليل ما يخموش كيف الحمد لله هكا ولا لا؟ والله الحمد لله الإنسان ربي يرزق هو أن ترضى وتقنع إن شاء الله بما أعطاك الله ما هذه ما عندكش مفر هذا هو قسمنا عندك نعيش مفر عندك مفر أن تفر إلى الله سبحانه عز وجل ما عندناش ليه صح ما عندكش مفر أخر ما عندكش ما هذا هو القدر تاعنا نعيشوا كيما هكا راضيين الحمد لله وهذه السعادة الحمد لله جل. صدقني الحمد لله. والله غير هذه هي السعادة احنا الكثير منا تقول له السعادة يقول لك دراهم بزاف فيلا وكاتكات وهذه وهذه صح هي أشياء جميلة مليحة إذا كان رزقك ربي لكن أن ترضى بما أعطاك الله وتسير أمورك ستكون أسعد السعادة واعطيونا ان بلان دونسومبل لهم الشيخ هايا ان اردتم السعاده
اللي راهم يشاهدوا فينا، وإلا سقساوكم على السعادة وشنو هي، أعطيهم زوم تري غرو بلون، إن سئلتم عن ما هي السعادة هذه هي الصورة نتاع السعادة الحقيقية. ربي يهنيكم ويسعدكم ويبارك فيكم إن شاء الله. وهذه هي، تفضلوا سيدتي، الله يرضى عليك ويبارك فيك. شكرا. وعسها يا اخي، ما تخلقش روح منا يا اخي، ما ماكش قلق. لا لا الحمد لله. سلم لي على ناسي واهلي في قسنطينه، وانت عليك باش تحضرينا شخشوخة الظفر. هكذا ربي ربي يسهل لكم ان شاء الله. مع السلامه، في امان الله. ان كنا صغار ولا كبار، إناث أم ذكور، أغنياء أو فقراء، حاجة فقط أن تصبر وأن تحمد الله على ما أعطاك، وحتما سيزيدك من فضله. هذا أخوكم جلال يحييكم من بلاطو اللي فات مات. سلام عليكم.